اسمك من وين وشو بدك تعمل؟ اسمي عمار احمد محمد الخضيري، جاي اسوي فريستايل فوتبول، جنسيتي يمني. تعمل عروضات برا مع الناس؟ مستوى محلي اللي هو في الامارات. يلا. يعني انا مقيم هناك. انت بدك تخلينا ننبهر فيك هلا ان شاء الله؟ متاكد؟ ان شاء الله. تفضل. شوف الابتسامة اللي في وش ناصر. انت تعتبر حالك عملت شو حلو هلا؟ اذا يرضيكم انا اسوي اللي انا واثق منه والباقي يرجع لكم، يعني اذا حبيتوا ولا لا. لا امسلك انا واثق من اللي سويته طبعا. ايوه ايوه. خلينا نسال نجوى. نجوى انت كنت محمس زياده. اي عملت كل شيء ومتنوع وكتير حلو وخليتنا نشوفك من الأول للآخر، ما وقعت بمطرح حتى أنه ما نسيت عطيت عينك على الكاميرا. سلام. صحيح. مهضوم وحضورك حلو وأنا حبيتك. أستاذ ناصر، ما بتعتقد أنه نجوى عم تبالغ شوي؟ لا أنت مفتري. أنا مفتري؟ طبعا. لا 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 ما كانت بالغ، بالعكس كانت احساسها صادر. بدي اكسر لك من معنوياتك. لا طبعا خلي حدا طبعاً يزعزع لك ثقتك بنفسك طبعا. لانك ايوه فوق فوق. لا لا جميل جميل جميل. ام تعتني، كنت هائل يعني. قدرتك على الحركه، جسمك في مرونه، ايقاعك كلك على بعضك كان رائع رائع. بدك تقول لا هيك ما هيك؟ ايه بدي اقول لا هيدا اللي عم قوله. لا لا لك ليش؟ لا لا تغني طبعا طبعا. بس خلينا نسمع خلينا نسمع خلينا نسمع. ليه بدك تقول ليه؟ انا بعتقد انه ما بعرف شو الجديد اللي ممكن تقدم لنا اياه اذا طلعت على المرحله الثانيه. هيدي عندي مشكل فيها اساسي. بعتقد هيدا هو اللي بتقدر تقدمه وهذا الافق تبعك. مش مقتنع اكثر من هيك انا. في في طيب اوكي انت قلت لا بقى قراري انه لا. اوكي تفضل يا ست نجوى، شو رايك شو قرارك؟ اكيد اكيد نعم. يلا يا ناصر يلا يا ناصر. انا 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 طبعا. اي واحد طلع دحين. أنا أكيد أقولكم أكيد نعم نعم نعم. أعزائي المشاهدين، تنتهي مباراتنا في صالح اللاعب المتميز من اليمن الشقيق. جول. يعني لا تبالغي. بس تعرف أقول لك
انا عندي احساس انه هذا الرجل حيسوي شيء مختلف بعدين. بس هو هن مين قال لك؟ عمار تقبل الصوتين بكل روح رياضيه، وهذه المره الكوره في ملعب ناصر ونجم. ايش تاكل غيره علي؟